هلأ بدكم توصفوا يوم بحياتكم بعد 5 سنين. Ja, können Sie das lesen? Respektieren Sie das Alter und die Bedeutung des Bäumes. نحن نتأسفلكم يا أمان. شو بتعني لك كلمة هجر؟ هاي الكلمة شيء كبير، هي صغيرة بس شيء كبير يعني بالنسبة إلي. You are now in front of some big decisions in life. What do you want? What are your dreams? Wir wohnen alle hier in Deutschland und wir wollen einen Platz für uns hier schaffen. طبعا كنت حابة انا اني اصير شرطية. بدها جنسية وبدها لغة تامة. ما فيني اعمل فيها براكتيكوم حتى كمان. طول ما انت عندك نفس معناته عندك حلم. والهدف من هاي الورشة نكتب مشاهد عشان نصورها مع بعض. بائع الاحلام. احلام كثيرة ربطت على شجرة الامنيات. أحلام مؤجلة وأحلام مسجلة وأحلام كثيرة على قائمة الانتظار. Tiro sonó si doy la realidad. بالله بالله رن 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 مو أنا ممثلة مستقبلية لازم أطلع.